يا ندى، يا أمنية، يا بنات، يا بنات، يا أمنية. في ايه يا ماما؟ مالك يا ماما؟ مالك يا ماما؟ في ايه؟ مالك؟ شادة هتنفس يا ندى. طب اعمل لك ايه يا ماما؟ شادة. يا ندى، يا ندى، يا ندى الحقي، يا ماما الحقي. ايه يا ماما؟ مالك؟ مش عارفة ايه. حيني يا ماما. شادة هتنفس يا ماما. حيني يا ماما. حيني يا ماما. شادة هتنفس. شادة مش عارفة تنفس. اتفضلي يا امي، اتفضلي يا امي. لا اتفضلي. على مهلك يا ماما، على مهلك، على مهلك. تعالي يا امي، تعالي يا امي. مش في ورش، بس انتي كويسه؟ يا ماما، والنبي يا ماما، فوقي فوقي يا ماما. هتبقي باذن الله كويسه يا امي. فوقي يا ماما، فوقي يا ماما، والنبي فوقي يا ماما. انت كويسه يا ماما؟ بسرعة شوية، الحياة تعبانة، ما تبص قدامك. حاضر حاضر، أنا بحبك. بس هو بدل ما انزل من العربية خلص. بسلم عليك يا ماما. أنا بسلم عليك يا ماما. هنا ده هنخلي من العربية اللي قدامك. خلص بسرعة، والنبي والنبي، أقرب مستشفى. حاضر بإذن الله تبقى زي الفل. طب ما تبص قدامك، هتعملها حادثة. ألف سلامة عليك يا ماما، ألف سلامة عليك يا ماما. يا ماما بحبك، بحبك. طب ما عندكش دم والله، والله العظيم ما عندك دم. السلام عليك يا ماما. ايوه عليك يا ماما. قومي والنبي يا ماما. يا عم بصي قدامك والنبي. باذن الله هتقوم وتبقى زي الفل وتحضر فرحنا باذن الله. باذن الله هتحضر فرحنا باذن الله. يا ماما هتشوف عيالنا كمان. قومي يا ماما والنبي يا ماما. بحبك. السلام عليك يا ماما. السلام عليك، السلام عليك يا حبيبتي. ربنا يطمنك عليها. انت عبيط ولا ايه؟ احترم نفسك. والله العظيم يا ابني كده، قسما بالله العظيم عليك. باذن الله تبقى كويسه وزي الفل باذن الله. فوقي بقى عشان خاطر ربنا يطمنكوا عليها. فوقي بقى الدكتور طمنا عليك يا ماما. فوقي بقى عشان خاطري. فوقي يا ماما. لا لا، فوقي يا ماما. امنيه. ايه يا ماما؟ احنا جنبك اهو يا ماما. انا معاك يا ماما، انا معاك. ايه اللي حصل يا بنات؟ انت يا ماما فجأة وقعتي من طولك يا ماما. الدكتور قال ان انت عملتي مجهود كبير قوي امبارح يا ماما. الحمد لله يا بنات انا كويسه، ما تقلقوش. حقك عليا، تعبتك معايا امبارح، هو ده اللي تعبك. يا حبيبتي يا رب افرح بيك يا بنتي. يا رب يا رب. الف سلامه عليك يا امي، الف سلامه عليك. بكر انك بخير، الحمد لله انك بخير. والله العظيم فكرتيني بام، الله يرحمها. الحمد لله انت بخير يا امي. انت ماما بس خليكي مرتاحه يا ماما. ده ايه اللي جابه هنا ده؟ انا فهمك يا ماما. انا امي اللي انقذتك. ايه اللي جابه هنا ده؟ ردي عليا. تعالي ردي عليا. الدكتور قال لازم تهدي يا ماما. مالك يا ماما؟ ايوه انت وقعتي من طولك. انا طلعت اقول الحقوني، ما عرفتش اتصرف ازاي ولا عارفه ايه اللي حصل. ركبنا الطنيه وجابك لحد هنا. وانت ايه اللي خليك تتكلمي؟ اعمل ايه؟ اللي خلاك تكلمي؟ ردي عليا. انا اسفه، انا اسفه. ايه؟ طمنا عليك يا امي الحمد لله. وانت يا ابني بقول لك ايه؟ اخر مره تكلمنا يا ابني ولا ليك دعوه بينا؟ فاهم ولا مش فاهم؟ ايه دي بس؟ لو شفتني يا ابني بموت وانت في ايدك الدواء مش هاخده منك. انا مش عايزه منك حاجه يا ابني. اطلع بقى بره حياتنا يا ابني وسيبنا في حالنا. لما تجمعنا عليك سيبك معايا في البيت انت وخي. بس يا ماما لما انتوا ربطتوا معاك طول ليه؟ رحمنا جنبك والله يا ماما.
انت كان موجع عليك انا اللي سقصت حياتك، هي دي كلمة شكرا اللي بتقولها لي؟ بص يا ابني، انت لو انا مت يا ابني ما تطلعش ورايا، انا مش عايزة اشوفك يا ابني، مالكش دعوة بينا يا ابني، سيبنا في حالنا، فاهم ولا مش فاهم؟ فاهم ولا مش فاهم يا ابني؟ اما صحتك بس اوصلكوا لحد البيت بقى جاي نتكلم، انتوا ليه بتاعت جاهزة قدام المستشفى؟ يوصلنا، اتفضل يا ابني اطلع بره، اطلع بره يا ابني وشكرا ليك لحد هنا. دي كلمة شكرا؟ اطلع بره يا ابني، اطلع بره، مش عايز اشوف وشك تاني، اطلع بره. انتي واختك حسابكم معايا في البيت، هنعملوا ايه يا ماما؟ معرفناش نتصرفهم. انتي تكلموه وتركبوا معايا على البيت، خليه يوصلنا لحد هنا. اهو احنا طلعنا قلنا الحقوني ماما اللي جاي كده. ايوه يا ماما والله. لا بموت، ما تتكلميش معايا. معاك يا ماما، فاهمه ولا مش فاهمه؟ لو راحت تطلع كده هو ما تتكلميش معايا يا بنت. لا اقول لك هو اللي هينقذني، مالكيش دعوه بيه، فاهمه ولا مش فاهمه؟ يا ماما بعيدي بقى. احمد يا سلمى، بقول لك انا عايز ال 2000 جنيه مصاريف الكليه. حاضر. حاضر امتى يا احمد؟ طيب انا قلت لك كذا مره يا سلمى. يعني انت عارف اخوك اليومين دول بطل يشتغل يعني؟ تمام، خليك راعي الدنيا معايا شويه يا سلمى. طب هتشتغل امتى يا احمد؟ ما تبطلش تزن تزن عليا. مش بزن عليك، في الكليه عايزين مني فلوس. اقول لهم اخويا مش شغال؟ اقول لهم ايه؟ طيب هتشتغل امتى يا احمد؟ انت بقالك اكتر من 3 شهور ما بتشتغلش، وانت كان معاك فلوس كتير يا احمد وكانت الدنيا حلوه، دلوقتي فلوسك كلها صرفتها، هتشتغل امتى؟ بحبها يا سلمى، بحبها، مش عارف اعمل ايه، حد يقول لي اعمل ايه؟ قلبي مجروح يا سلمى، انا موجوع من جوايا، كل يوم افكر، انا خلي بالك اما اسوق التونيه بشوفها قدام مني ما بعرفش اشتغل باجي تاني، مش عارف اعمل ايه، بحبها والله. اعمل ايه تاني طيب؟ عارف يا احمد تعملها ايه؟ اعملها ايه؟ اعملها عمل يا احمد. اعملها ايه؟ اعملها عمل. انت اول مرة في حياتي بتقولي حاجة صح يا سلمى. ايه ده ايه ده؟ اعملها عمل. انت هتعمل بجد؟ انا بهزر معاك، انا بهزر والله. اعملها عمل وتحبني وتموت فيا. الحل ايه؟ يا احمد انا بهزر معاك. الحل ايه؟ الحل ايه يا سلمى؟ اعملها عمل. لا يا احمد، الحل ايه؟ انا بهزر معاك يا احمد. في الغلط يجري على طول. طب دلوقتي انا ما وريش حاجه، اعمل ايه؟ انا مش عايز اروح الكليه، اروح اقابل محمود. انا خاله. السلام عليكم. نعم يا ابني. ازيك يا خاله، عامله ايه؟ الحمد لله خير. الناس بيشكروا فيك ياما قوي. خير يا ابني، ادخل في المطلوب على طول. بص يا خاله، انا دلوقتي جارتي. تمام، رحت اتقدمت لها، رفضوني يا خالتي، وانا بحبها قوي. انا كل اللي طالبه منك بس اللي هي تقول لي بحبك، عايزها تموت فيا، تدوب فيا يا خالتي. امانة عليك. انت اسمك ايه يا ابني؟ اسمي احمد. وهي؟ وهي اسمها ندى. وامها اسمها ايه؟ اسمها آية. امها اسمها آية. واختها اسمها أمنية. ما طلبتش اسم اختها. طيب يا خالتي. ندى بنت آية، انت ايه المطلوب يا ابني دلوقتي؟ نفسي تحبني، نفسي اتجوزها، نفسي اسمع منها. ايه ياما اللي خالتي بتعمليه يا خالة؟ في ايه يا خالة؟ نفسي اسمع بس منها بحبك، الحياة معايا هتتغير. عايزها صدقيني يا خالتي. عايزها تقول لك بحبك. اه امانة عليكي. ندى بنت ايه؟ عرفت طلبك يا ابني، طلبك موجود عندي، في ظرف اسبوع هتجيلك تقول لك انا بحبك وبعشقك وبموت فيك. تتكلم وهتجري وراك بالمشوار، تجري وراك بالمشوار يا ابني. تتكلمي بجد يا خالتي؟ انا ما بهزرش، انا كل كلامي جد. الله العظيم يا خالتي، لو دوت حصل لا اديكي عينيا. استنى يا ابني. هتعملي ايه يا خالتي؟ ده الحل يا ابني. ايه ده؟ بص يا ابني،
انت هتاخد ازازة المية دي وتروح عند باب شقتها وتكبها عند باب شقتها، وهي اول واحدة تعدي على المية، اول واحدة تعدي على المية. حاضر يا خالتي. فهمت يا خالتي. اول واحدة ايه؟ تعدي على المية. لو ما عدتش على المية هي اول واحدة انا مش مسؤولة على اللي هيحصل، مش مسؤولة. حاضر. يلا من هنا يا ابني، يلا. مش عايزة مني اي حاجة؟ انت عارف يا ابني انا هعمل معاك كل ده بقد ايه؟ ايه يا خاله؟ انا عاوزه 500 جنيه تمن الازازه دي يا ابني. 500 جنيه؟ دي ب 500 جنيه؟ مش عاجبك هتقلي؟ لا لا عاجبني، بس هتتجوزني؟ يعني العمل اللي في الازازه دوت هيخليها تحبني وتحبني؟ حبيه؟ اجري وراه، اتجوزيه واردي بيه وحبيه. خد يا ام 600 جنيه اهو. 600 جنيه؟ هاتي 100 بقى. هاتي 100 بقى يا ام. اللي دخل ما بيطلعش، اللي دخل عند نوسه ما بيطلعش يا ابني. اللي انت عايزاه يا ام، بس اهم حاجه تحبني. بالميه قدام باب شقتها وتعدي عليه. اول واحده تعدي على الميه.